نروح للحاله رقم واحد في الدقيقة 44 من الشوط الأول ركلة جزاء يحتسبها الحكم والفار لا يتدخل نشوفها مع بعض يلا بينا ونشوف الفار لا يتدخل هنا يعني معناه انه مؤيد لقرار الايه الحكم يلا نشوف مع بعض اللعبة بص يا كابتن آه. خالد آه. في أسهل من كده؟ آه. أيوة واحد بيمد ايده يلعب الكرة في أسهل من كده؟ لا الحكم حسب بص آه. أهو أهو يا ابني أنت بتعمل إيه؟ بتمد ايدك تلعب الكوره غريبه قوي دي غريبه جدا ده انت لو عايز تخسر فرقتك ما تعملش كده اه ايه ده ولكن هو ادي رد فعل طبيعي ده عامله زي بتاعه مارادونا <applause> بالظبط صح اذا اذا ركله الجزاء سهله جدا خلاص الحكم حسبها في الملعب وانا مم. انا خلي بالك احنا هنركز السنه دي على ايه اللي آه بيحتسب في الملعب آه واللي مش بيحتسب الفار من خلال آه الفار بالظبط واخد بالك وفي الاخر هنشوف بقى ايه القرار الصحيح فين اما تحتسب في الملعب بتبقى اقوى تمام ويؤيدها الفار كلام ركله الجزاء صحيحه والقلاوي حسبها هو اللي حسبها في الملعب تمام نروح للحاله اللي بعد كده في نفس المباراه الحاله رقم 2 في الدقيقه 57 رجل جزاء الحكم احتسبها والغاها الفار محمود دسوق شفت بقى جبنا حالتين ايه عكس بعض تمام ماشي يلا نشوف اللعبه، الحكم هو احتسب ركله الجزاء، ادي اللعبه. م. ها؟ اهو. اهو. فين المخالفه؟ فين المخالفه؟ نفس الفعل ونفس التصرف ونفس الحركه من اللاعبين من المهاجم والمدافع. م. لو مفيش بقى فارقة يعني هقول لك اسالك سؤال اتفضل. يعني هو هو 26 ده هو هو اللي حسب ضرب الجزاء على فكره، هو اللي جاب الكرة بايده. مفيش حته كده لقم ان انا ان انا ان انا مثلا ب, ب, بدي حته كوع كده عشان اصل انت خد بالك لا ده الحته ده. الكوع دي هتمنع ان انا اتقدم لو انا لو انا لو الايد دي مش موجوده كابتن لا لا, لا ما هي الايدين الاتنين بص طب بص آه دي انا المهاجر. بسالك سؤال عادي انا عارف آه. خلينا المناقشه حلوه بص آه. ايد المهاجم اه الايدين بص ايد المهاجم نفس الشيء اه تمام نفس الشيء خلاص هنا طبعا هنا حكم الفار اه رائع آه. تدخل كابتن محمود دسوقي محمود دسوقي تدخل وقال له لا تعالى دي مش ركله جزاء تمام راح شافها ولغاها وده التعاون المطلوب